بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو الثالث هنشرح فيه ازاي نجيب الـ API key او اللايسنس بتاعت الجوجل مابس لكي تسمح لنا ان احنا نشغل المابس على الابليكيشن بتاع الاندرويد بتاعنا سواء على الموبايل او على الاندرويد ستوديو ديفلوبر انفايرمنت. احنا عندنا زي ما احنا عارفين ان في الابليكيشن بتاعنا فوق في manifests file. المانيفيستس فايل ده هنا اسمه android-manifest.xml وده الملف المسؤول عن تشغيل كل الاكتيفيتيز والابليكيشنز ويدي كل الصلاحيات واللايسنس بتاعتنا. هنلاقي عندنا في الاخر خالص في ميتا داتا في سطرين. السطرين دول مهمين قوي، فيهم المكان او google.com.google.android.go.api-key وده المكان اللي بيروح لجوجل سيرفرز يقول له ادي الكي بتاعي اهو الفاليو بتاعته اهي عشان تسمح لي اشغل المابس بتاعتك ببلاش. طيب انا عشان يسمح لي اشغل المابس بتاعتي ببلاش لازم اجيب الكي ده as a developer من اجل التجربة وليس commercial. طيب الكلام ده انا اعمله ازاي؟ ان انا عايز اجيب الكي ده ازاي؟ طيب بسيطة قوي، بخش هنا على جوجل سيرش في الاكسبلورر بتاعي او البراوزر بتاعي واجيب الجوجل اي بي اي كونسول اللي هو console.developers.google.com، اضغط عليه اخش جوه. في console.developer.google.com ده اللي هو الجوجل اي بي ايز الاي بي اي مانجر، انا هنا عامل اكاونت ليا. طيب الاكاونت بتاعي ده في هنا اد اكاونت، او لو انا مش عامل اكاونت لجوجل هعمل اد اكاونت. يبقى انا اول خطوة ان انا اخش على الموقع ده واعمل لي اكاونت اد اكاونت، بخش بادي البيانات الاكونت بتاعتي، اضغط على اد اكونت واحط لي على اكونت ده ان كنت مش عامل اكونت. لو انا عامل اوريدي اكونت هيظهر لي الاكونت بتاعي عادي في اليمين، ابقى انا كده خلصت اول خطوه بنجاح. بعد ما عملت الاكونت بتاعي المفروض كل البروجكتس بتاعتي اللي تبع جوجل تكون موجوده هنا، لكن انا هفترض ان انا ما عنديش لسه، فهقول له كرييت بروجكت. هيقول لي سمي لي البروجكت نيم ده، فهسميه جيزة 1 مثلا. ويقول لي شو ادفانسد اوبشنز، ماليش دعوة بيها مش هتفرق معايا. يبقى الـ Project ID بتاعي هيكون جيزا 1305، بقول له Create. طيب عمل Create لـ Project جديد، أصبح عندي جيزا 1. أنا طبعا كنت عامل جيزا أساسا عشان يشتغل، أصبح في واحد اسمه جيزا 1 ده عشان أعلمكم فقط عليه. طيب بعد ما عملت هذا الكلام وحددت البروجكت اللي انا عايزه اسمه ايه، اخش على حاجه اسمها credentials. الكريدنشلز دي هلاقي عندي هنا create credentials. في الcreate credential هختار اي بي اي كي، في الاي بي اي كي هقول له اندرويد كي. الاندرويد كي هيقول لي عايز اسم الكي يكون اسمه ايه، هقول له مثلا جيزا كي. طيب هنا هيقول لي add package name and fingerprint. طيب اجيب الباكج نيم ده منين والفينجربرنت دي منين؟ طيب بسيط، ارجع للاندرويد ستوديو بتاعي واروح طالع فوق وجايب اسم الباكج بتاعتي اهي. الباكج بتاعتي هي com.giza.mmi.giza، كوبي
اروح جاي هنا عامل بيست لاسم الباكج، يبقى انا كده حطيت له اسم الباكج. طب انا عايز بقى ال SHA-1 Certificate Fingerprint، ودي بتختلف لكل فيرجن اندرويد على كل جهاز، وده بيفرق من جهاز للتاني، يعني الفينجر برينت بتاعتي غير الفينجر برينت بتاعت الاجهزه بتاعتي، ولذلك لازم اجيبها من عندي. طب اجيبها ازاي؟ ان انا اروح جاي كاتب هذا الامر زي ما انتم شايفين كده، تكتبه زيه بالظبط هذا الامر، اخش على الكوماند برومبت سواء كان بقى ويندوز او ماك، واديله هذا الامر اللي موجود قدامكم، وممكن نكتبه في ورقه برانيه عشان نكتبه على الاجهزه بتاعتنا، وادوس اوكي. هيروح مطلع لي هنا حاجه اسمها SH01، اروح جاي عامل مارك ومعلم عليها الكود ده كده، واروح جاي معلم عليه، واروح جاي بعد كده اعمل له كنترول سي، واروح واخده تاني مارك، واروح جاي معلم على اللي قدام اس اتش اي 1 ده من اول الرقم لغايه اخره، ده الفينجر برينت، واروح اعمل له ممكن من هنا edit copy لو حد هيلخبط، خدته عامل minimize، وراح داخل هنا وعامل control v، اتنقل لي الفينجر برينت، اقول له create، راح مطلع لي ال API key، اروح جاي واخد ال API key دي كده معلم عليها واعمل له كنترول سي، او لو ضغطت هنا هيعمل لي كوبي. خلاص خدته انا دلوقتي كده الكي اهو بقى ظاهر قدامي اهو، ممكن اخده كوبي تاني او ممكن امسحه. ارجع هنا اروح جاي نازل تحت في مكان الفاليو ده، واروح عامل كنترول في وحطه مكانه مكان الكي اللي موجود، احط الجديد اللي انا جبته، بس انا طبعا مش هغير الكي بتاعي لان هو شغال اوريدي، يعني كل واحد فينا هيغير الكي بتاعه طبقا للفينجر برينت بتاع الجهاز بتاعه. يبقى كده خلصنا الخطوه بتاعه الكي، يتبقى لنا الخطوه الاخيره الا وهي ارجع تاني للاوفر فيو، وهاجي هنا على جوجل مابس اندرويد اي بي اي، وهقول له enable Google Maps Android API. طالما اداني كلمة disable يبقى معنى كده ان هو بقى enable، ولما اجي ارجع للاوفر فيو هنا الاقي يقول لي enabled APIs 1، اللي هو كده بقى عندي ال APIs اوكي موجودة ومسموحة للجوجل مابس اندرويد API. كده لما البرنامج بتاعي اللي هو الجيز ده يفتح اونلاين من على الموبايل او من على الاندرويد ستوديو، يقدر تظهر لي الخرائط، ونقدر نعمل راننج بعد كده عادي وتظهر الخرائط. لو انا ما عملتش الخطوه كام خطوه اللي فاتوا دول مش هتظهر لي الخرائط. وشكرا، ده كان شرح لعمليه الاي بي اي.